معاشر المؤمنين، كلنا نقع في الذنوب والمعاصي، ولا يسلم أحد من صغير أو كبير على اختلاف وتباين فمستقل ومستكفر. إن ربك واسع المغفرة، فمن أذنب ذنبا من الصغائر وأعقبه استغفارا وعبادة وحسنات ماحية للسيئات فحري أن يعفى عنه. واعلموا أيضا يا عباد الله أن الذنب لا ينسى، وأن الديان لا يموت، وأن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. ويتساهل الكثير منا مع إصراره على مجموع من الصغائر والكبائر، وهو يرى نعم الله عليه تترى، ويرى من نفسه إصرارا واستمرارا على الذنوب، يرى أن ليس للذنوب شؤم ولا عاقبة. معاشر المؤمنين، ما المخرج من شؤم الذنب والمخرج من بلاء المعصية؟ هو التوبة الصادقة، التوبة النصوح. وكلنا ندعي التوبة، وما أكثر ما نتوب فنعود، وما أكثر ما نعاهد فننكث، وما أكثر ما نعاهد الله على ترك أمر فنعود إليه أسرع ما نكون. ما أحلم الله عنا، إن الله غفور حليم. أيها الأحبة، إن لمن أعظم دلالات صدق التوبة الندم الذي يجعل القلب منكسرا أمام الله، مخبتا لذكر الله، وجلا من هول عذاب الله. إن من تمام صدق التوبة العودة بالإيمان إلى أعلى درجاته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن رأى وجلا وإخباتا وخشوعا وانقيادا لله بعد توبته فذاك دليل على صدقها. أما أن يكون الواحد يذنب الذنب فيقول أستغفر الله بلسانه، ولكن جوارحه لا تقلع، وقلبه لا يفتر عن الهم والقصد والتزيين، فذاك قد يصدق عليه الأثر. إنما المنافق الذي يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فطال به هكذا فطار. أما المؤمن فيرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع على رأسه، فهو خائف وجل من